كل واحد له الدعاء الأقرب لقلبه، كل واحد له طريقة معينة في الدعاء. خلينا نعرف من حضراتكم كل واحد بيدعي إزاي، لكن قبل ما نعرف من حضراتكم خلينا نروح لزميلتنا هالة الحملاوي ونصبح عليها، نتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نعرف دعائها المفضل وطريقتها في الدعاء. هالة صباح الفل عليك. صباح الفل يا منى. صباح الفل يا عبد الصمد. يعني طريقتك في الدعاء ايه وبتدعي تقولي ايه؟ انا لاحظت حاجه وانتوا بتقولوا ان احنا كل ما بنكبر فعلا طريقتنا في الدعاء بتتغير، يعني انا لاحظت ان انا بعمل ده، بس انا بصراحه ماليش دعاء محدد، انا على حسب احتياجاتك في على حسب اليوم ده كمان، يعني اليوم ده ممكن مثلا اكون بدعي لحد من ولادي ينجح، او بكون بدعي لحد من امواتنا، او بكون بدعي مركزه قوي انه فك كرب مثلا، فبيبقى كل يوم يعني مفيش حاجه محدده، بيبقى كل يوم حسب احساس الواحد هو محتاج ايه من ربنا بس. طب يعني ربنا يستجيب الدعاء وادعي كده نبقى في حاله يعني البين ما بين الصيف والشتاء بقى، عاوزين نعرف ادعي. اسال دكتوره منار. حاضر. اتفضلي. شكرا يا عبد الصمد. خلونا نستعرض مع حضراتكم في الجوله المروريه وهنبص على شوارع القاهره والمحافظات. دلوقتي الناس طبعا بدات تنزل، وهنبدا من الكورنيش، هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه من المظلات باتجاه منطقه وسط البلد، اما الكورنيش المتجه للمؤسسه ففي سيوله مروريه. عند كوبري اكتوبر المتجه للعباسيه هنلاقي هناك كثافات مروريه متقطعه حتى غمره، اما اللي مكمل في اتجاه العباسيه هنلاقي كثافات بسيطه بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. في كمان كثافات اخرى في الاتجاه العكسي لكوبري اكتوبر بسبب زياده احمال السيارات، وكذلك الامر للمتجه من ميدان التحرير لمدينه نصر ومحور النصر وصولا للمنصه. ظهرت بعض الكثافات المتحركه بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعه وصولا الى الدائري، ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي ان هناك في برضه كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، ونفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لغايه كوبري الروضه، هناك برضه في بعض الكثافات المروريه. نروح بقى لمحافظة الجيزة، بيشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، وكمان بتظهر كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة، أما محور صفة اللبن ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. لو رحنا شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية في الوقت الحالي بدءا من محطة المريوطية ولحد الطلبية. محور 26 يوليو في سيولة للقادم من أكتوبر بعد افتتاح التوسعات بشكل نهائي، أما الاتجاه الآخر فناخد بالنا أن في تحويلة مرورية لمحور المهندس شريف إسماعيل والعودة مرة أخرى للمحور. أما القادم من أكتوبر في اتجاه الدائري نازل الطريق هيلاقي أنه طريق مغلق والاتجاه إجباري ناحية نفق حازم حسن ومنه المحور 26 يوليو أو محور رود الفرج. ونروح لمحافظة القليوبية، القادم من الزراعي بتظهر كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، ولكن أصبحت أقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات، طبعا لصاحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. أما القادم من طريق شبرا بنها ومتجه لمدينة نصر ومصر الجديدة بيسلك محور العصارة يختصر ليه وقت طويل، أما الطريق الدائري بشكل عام فهو كويس ما عدا بعض المناطق اللي فيها أعمال بيكون فيها بعض الكثافات البسيطة. نكمل جولتنا المرورية ونروح بورسعيد، هنلاقي فيه سيولة مرورية في معظم الشوارع ما عدا بعض الكثافات نتيجة هذا الوقت المعتاد من ساعة الذروة الصباحية، زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر هنروح لشارع الجمهورية اللي فيه بعض الكثافات المرورية مكملة لغاية آخر الشارع.